أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها عودة التصعيد العسكري بين الحوثيين والسعودية. أعلن التحالف السعودي الإماراتي إحباط محاولة هجوم بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. المتحدث باسم التحالف التركي المالكي قال إنه تم تدمير الزورقين اللذين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وأضاف أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن الميليشيا تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة وكذلك نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي. من جهتها هددت ميليشيا الحوثي باستهداف مواقع حيوية وعسكرية في العمق السعودي ردا على ما وصفته باستمرار الحصار والتصعيد العسكري وإغلاق المطارات والموانئ من قبل التحالف. وحذر بيان صادر عن الحوثيين كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والمواطنين السعوديين من الاقتراب من المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري، وأكد أن تلك المنشآت ستكون هدفا مشروعا لعناصره. هل صار الحوثيون إذن بموقع القوة ليهددوا السعودية؟ وبعد حوالي 6 سنوات من الحرب لماذا لا يزالون مصدر تهديد للعمق السعودي؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. بعد 6 سنوات تقريبا من إعلان الناطق باسم التحالف العربي حينها أحمد عسيري القضاء على نحو 80% من القدرة الصاروخية للميليشيا الانقلابية، وبعد 6 سنوات من الحرب بات الحوثيون في موقع يمكنهم من تهديد السعودية قائدة التحالف. مطلع مايو 2017 قال محمد بن سلمان إنه قادر على حسم المعركة في شهر وعلى دخول صنعاء في يوم. اليوم وبعد 3 سنوات ونصف بات الحوثيون هم من يهددوا استهداف العمق السعودي. يحدث ذلك بينما تنشغل الحكومة بمحاربة جماعات لم تهدد يوما الأمن السعودي، ما يجعل الأمر يبدو وكأن القيادة السعودية بلا بوصلة، تائهة في تحديد الخطر الاستراتيجي الذي يطرق أبوابها جنوبا وشرقا عبر وكلاء إيران. تمتلك السعودية قدرة صاروخية بإمكانها فعلاً حسم المعركة مع الحوثيين، لكن فشلها في إدارة المعركة وقيادة التحالف جعلها تبدو أداة طيعة بيد الإمارات الأنجح في إدارة علاقاتها المتقاطعة مع طهران. اقتصر العمل العسكري السعودي مؤخراً على بعض العمليات الهامشية كاستهداف دوريات حوثية أو زوارق مفخخة، بينما معسكرات الميليشيا مستمرة في تصدير المقاتلين للحد الجنوبي وتطوير القدرات الصاروخية وتصنيع المسيرات. واقع مختلف ازدوجت فيه عوامل القوة، بينما يفترض أن يبقى زمام الحسم والحزم بيد التحالف الذي اتخذ من العاصفة والحزم اسما لعملياته العسكرية طويلة الأمد. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر الهاتف من أبها الصحفي السعودي سيد سلمان عسكر. أرحب بك سيد عسكر. إذن بعد 6 سنوات من عاصفة الحزم لماذا لا يزال الحوثيون قادرون على تهديد العمق السعودي ولا يزال التحالف عاجزا عن حسم المعركة؟ حييك وحيي ضيفك والسادة المتابعين. أولاً أود أن أشير إلى نقطة هامة في التعليق الذي ورد قبل قليل تقريركم، عندما أشارت المذيعة إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قال أنها شهر مدة المعركة. أبد لم يحددها ولي العهد ولم يضع نقطة أو زمن معين لهذه المعركة، كل ما قيل أنه كان من السهل الدخول صنعاء خلال أقل من أسبوع، ولكن هناك عوامل إنسانية هي التي منعت تحرير صنعاء من وقت سابق. أما الإجابة على سؤالك يا عزيزي، 5 سنوات أو 6 سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل، هذه معركة ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بفترة زمنية لها، خاصة وهناك معوقات رئيسية وأساسية ينظر لها التحالف العربي في المقام الأول، وهي كما أشار ولي العهد العامل الإنساني، المواطنين الذين يحترم التحالف العربي القوانين الدولية في مراعاة الجانب الإنساني. وفي المقابل فنحن نشاهد ونرى ونتابع
أن الحوثيين لا ينظرون لذلك بأي اهتمام ولا يهتمون بالمدنيين، بل وضعوا المدنيين وقود لمعركتهم ووضعوا منازلهم وترساناتهم داخل الأحياء السكنية. هذه العوامل المجتمعة مع بعضها البعض أخرت من حسم المعركة. ناهيك عن سبب رئيسي آخر، وهو التدخل الإيراني وضرب قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، بل الدوس عليها بالأقدام من جانب إيران، واستمرار إيران وعنادها في تهريب الأسلحة، وجعل اليمن محطة أو بصراحة ألغام أرضية، وليس هناك أي مجال لأن تدع إيران عبثها بالمنطقة سواء في اليمن أو في غيرها. ما نشاهده حتى الآن من مواصلة في دعم الإنقلابيين الحوثيين بكافة أنواع الأسلحة والصواريخ، هو لا يهدد المملكة العربية السعودية فقط، بل يهدد المجتمع اليمني أو الداخل اليمني قبل غيره، ثم يهدد المجتمع الدولي. الآن الحوثيين أعلنوا مرارا وتكرارا بأنهم سيقوفون سدا منيعا في الممرات البحرية. هذا التهديد وهذه الحملات الإعلامية والتهديدات العسكرية من جانب الحوثيين لا تعني المملكة العربية السعودية أو الخليج العربي، بل تعني ممرات دولية، في ظل الصمت بصراحة عالمي عن هذا الخطر الذي قد ينفجر في أي لحظة. تفضل بالبقاء معي سيد عسكر، ورحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف الصحفي والباحث السياسي سيد نجيب اليافعي. أرحب بك سيد اليافعي. إذن كيف يمكن فهم طول عمر الحرب إلى الآن رغم التصريحات بإمكانية يعني حسمها، وإن كانت لها تكلفة إنسانية عالية، وأيضا يعني العاهل السعودي أيضا تقريبا صرح مؤخرا بأن هناك خطر إيراني وعلى إيران أن تكف يعني تدخلاتها الداخلية في شؤون المنطقة، وعلى الحوثيين أيضا أن يقفوا عن يعني إطلاق الصواريخ المسيرة واستهداف المناطق السعودية. مساء سعيدا ومساء ضيف مساء الخير. أعتقد أن السعودية تعيش مرحلة من الجنون منذ 2011، منذ انطلق ثورات الربيع العربي في المنطقة. هي أصبحت تقود الثورة المضادة في المنطقة، وأصبحت تدعم الميليشيات وتقف مع الأنظمة القذرة في المنطقة. شاهدنا كيف أن ضيفك الكريم يتكلم بكل عجاب عندما يتكلم عن معركة لأكثر من 5 سنوات شاهدنا فيها استراتيجية السعودية واضحة، وهي تقسيم اليمن وتفتيت اليمن وتمزيقه. شاهدنا كيف دعمت عصابة الحوثي لإسقاط العاصمة صنعاء منذ أول يوم مع الإمارات، وهذا أصبح واضح للعيان. شاهدنا كيف أن طول المعركة لأكثر من 5 سنوات كيف أن استراتيجية السعودية واضحة في اليمن، وهي عدم إنهاء الحوثي، بل بالعكس دعمه، وجعل السفير الإيراني واحد من المجرمين في طهران يصل إلى العاصمة صنعاء تحت العاية. كيف تم الدعم هذا سيد اليافعي؟ لكن كيف يمكن فهم الدعم والأراضي السعودية هي من تهدد بداخل بهذه الصواريخ، والحوثيون كانوا واضحين بأنهم سيستهدفون أيضا العمق السعودي أكثر من مرة، والتصريح الأخير لهم يحذر المدنيين من التواجد من أي منطقة في أي منطقة عسكرية أو اقتصادية ذات طابع عسكري. عندما تتعامل مع عصابة مثل عصابة الحوثي الهمجية بهذه الطريقة وبهذه الصفاقة منذ 5 سنوات، لا شك أننا سنجد أن إيران وجدت لها موضع قدم حتى تتحرك في المنطقة وحتى تجعل من الحوثي بعبع. هذه السعودية العظمى التي لديها تريليونات الدولارات والتي تحمل النفط والغاز، وهذه الدولة التي كان العالم يشاهدها دولة كبيرة، للأسف الشديد منذ 2011 وحتى اليوم شاهدنا كيف انكشف الغطاء عن السعودية وأصبحت دولة ضعيفة جدا. كيف أن كل الملفات في المنطقة وكل منطقة تصل إليها السعودية، شاهدنا كيف أن إيران تخلفها بكل بساطة. سلمت السعودية العراق إيران على طبق من ذهب، وسلمت سوريا واتت بالنظام الروسي والنظام السوري حتى يقضي على الإخوان المسلمين. هذه هي استراتيجية السعودية في المنطقة. السعودية لديها استراتيجية واضحة، وهي القضاء على الإخوان المسلمين باعتبارهم الخطر المهدد الرئيسي الأول، وليس إيران. إيران تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة.
الإخوان المسلمين رقم واحد، الديمقراطية وحكم الشعوب في المرتبة الثانية، إيران تأتي بعد ذلك. ثم نحن نشاهد الآن كيف أن السعودية تشتغل لمصلحة إيران عندما تترك الحوثي خلال هذه الفترة، خلال 5 سنوات، وتتعامل مع اليمنيين بهذه الصفقة وبهذه العنجهية وبهذا الكبر وبهذا التكبر. شاهدنا كيف أن الحوثي الآن أصبح الحوثي، العصابات المسلحة البسيطة العادية التي كانت موجودة في الجبال باتت اليوم تهدد السعودية العظمى الكبرى باستهدافها بالصواريخ. هذه نتيجة للصفاقة السعودية ولسياستها المزدوجة ولسياستها الغير استراتيجية التي لا تعرف إلى أين تذهب. هذه السعودية للأسف الشديد أصبحت في اليمن تتحرك بطريقة عجيبة، تدعم الميليشيات وتدعم عصابات الانتقالي وتدعم ميليشيات الحوثي، لا زالت إلى اليوم تمولها عن طريق المال وعن طريق النفط وعن طريق الحدود سواء البرية أو البحرية. كل ما يصل للحوثي هو تحت نظر وبصر السعودية التي تسيطر على الجو وعلى البر وعلى البحر، وهي التي تسيطر على هذه على اليمن من طرفه إلى طرفه. شاهدت أنها قصفت الجيش الوطني مع الإمارات في عدن حينما تجاوز الخطوط الحمراء. شاهدنا كيف أن السعودية أوقفت تقدم الجيش الوطني في نهم حينما كان على بعد 45 كيلومتر من العاصمة صنعاء. شاهدنا كيف أوقفت الحرب على محافظة تعز ووصلت إلى المناطق الحدودية السابقة بين الشمال والجنوب وأوقفت الحرب. يا رجل، إذا كانت دبابة في فندق سوفتيل في صنعاء في تعز التي تقصف المدنيين منذ 4 سنوات ولم يتم استهدافها لليوم، تتحدث عن السعودية؟ السعودية للأسف الشديد أصبح الصوت الشيعي والقرار الشيعي فيها هو الذي يدير السعودية. حينما نشاهد ما الذي آلت إليه الأمور وكيف تحولت عصابة إيران وميليشياتها في المنطقة إلى أدوات فاعلة وقوية، بينما أصبحت السعودية اليوم مهددة ولكنها تفضل بالبقاء معي وتضرب كل نعم. وأنت تتحدث معنا من الدوحة، تفضل بالبقاء معي سيد اليافعي. أعود إليك سيد سلمان عسكر، يعني فيما يتعلق ب هناك الكثير من التفاصيل عندما نتحدث عن الوضع في البلاد، إلقاء متبادل للتهم والمسؤولية ما بين يعني قد تكون السعودية قد تكون الإمارات التحالف إلى آخره، عن الشرعية المجلس الانتقالي الحوثيين، يعني سلسلة كبيرة من الاتهامات المتبادلة التي يمكن أن تحدث. لكن الآن عندما ينظر متابع من الخارج إلى ما يحدث الآن بعد هذه السنوات من الحرب، يرى أن الحوثيين هم أكثر قوة الآن، أكثر تجهزا، وهناك أيضا دعم مباشر لهم أو معلن من قبل إيران باعتبار أن هناك سفير بات الآن هناك، دخل على مرأى ومسمع السعودية التي تقول أنها يعني التحالف العربي بشكل عام الذي يقول أنه يفرض مراقبة ل يعني الحدود اليمنية بشكل أو بآخر. إذن كيف يمكن فهم ما آلت إليه الأمور إلى الآن؟ عزيزي، يعني لا أريد أن أرفع صوتي بالعويل دون أن أضع معلومة قيمة وصريحة. الجميع يدرك تماما أن الحوثيين أزدادوا قوة، وهناك عامل رئيسي، يعني ضيفك العزيز الأخ نجيب من الدوحة أعتقد أنه قريب من المنطقة التي دعمت الحوثيين من 96، يعني من قرابة 20 سنة، وهذه الأمور ليست خاصية. ومن جعل لهم القوة في اليمن هي قطر قبل إيران. إحنا مشكلتنا يا العرب من داخل العرب، هذا أولا. الرئيس علي عبد الله الصالح كشف هذا الأمر سابقا ولا أحد يستطيع أن يخفي الحقيقة. الأمر الثاني عزيزي، أن الحوثيين عندما يملكون هذه القوة حاليا فهم يهددون اليمنيين. لكن المؤسف أنني سمعت من ضيفك نجيب من قطر عندما قال بأن الجيش اليمني أوقفتها المملكة العربية السعودية وكان في طريقه إلى تحرير صنعاء. وأنا دعني أسأل سؤالا، لا أقول غبيا ولكن سأقول سؤالا ساذجا، لماذا هذا الجيش الذي تتكلم أنت عنه وعن قوته لم يحاصر العصابات القليلة التي كانت في جبال صعدة والتي تتكلم عنها يا نجيب؟ لماذا لم يستطيع جيشك أن يحمي اليمن من هذه العصابة القليلة التي انتشرت من صعدة؟ يا أخي، تريد أن تكذب على عقول الناس وتريد أن تضلل على الحق. المملكة العربية السعودية التي تتكلم بقوة وتدافع عن العروبة
بمصداقية وفعلية وواقعية، ليست مسؤولة عن ما يحدث من تفاهات من بعض هؤلاء سواء في صعدة أو في لبنان أو في غيرها. المملكة العربية السعودية تقوم بواجبها الإنساني جهارا نهارا من فوق الطاولة وليس من تحت الطاولة. أنت تقيم الآن يا نجيب في دولة هي من أوصلت اليمن إلى ما وصل إليه الآن. ماذا قدمت قطر لليمن وماذا قدمت المملكة العربية السعودية لليمن؟ لا أريد أن أدخل في مقارنة مع دولة عظمى مثل المملكة العربية السعودية مع دولة ساقطة مثل قطر. أنا أريد فقط أن أشير إلى معلومة هامة جدا، أن المملكة العربية السعودية لو لم تتدخل في اليمن لما كان لك في الأصل أو في الأساس جيشا يا نجيب. سيد عسكر أرجو يعني ركز في مسألة فيما يتعلق بموضوع الحلقة والحديث عن الدول، دعونا يعني نترك وصف الدول لها. يعني أعود إليك سيد اليافعي فيما يتعلق بهذا الوضع الآن، هناك الحوثيون الآن يهددون المملكة العربية السعودية، هذا الأمر يعني يرجعه كثيرون إلى أن ثمة من يرى أن السعودية هي بلا شكل يعني بلا طريق واضح فيما يتعلق في اليمن، لكن هناك بوصلة لدى الإمارات، لديها مشروع واضح في اليمن، هذا الأمر هناك من يتحدث فيه. هناك من يقول أيضا أن السعودية في نهاية المطاف هي دولة كبيرة تراعي الكثير من الاعتبارات فيما يتعلق بالتحرك، و أيضا هي تتحرك باسم التحالف. كيف هو الأمر بالنسبة إليك؟ أعتقد أن السعودية للأسف الشديد هذه الدولة الكبيرة الدولة العظمى التي يتحدث عنها الضيف، أصبحنا نشاهد كيف أن صورتها تلطخت ليس في المنطقة ولكن على مستوى العالم بسبب الملف اليمني، بسبب صفاقتها وبسبب تعاملها مع الشعب اليمني بهذه الطريقة الغير محترمة. يعني حينما نتحدث عن حرب 5 سنوات ووظيفك يتكلم أنها بلا أفق، عندما تكلم ولي العهد وقتها قال أنه سننتهي من الحرب خلال 2 أو 3 أشهر، خليها سنة. الآن أصبحنا لنا 5 سنوات ثم يقول ضيفك أنها غير معلومة. هل يعقل أن دولة عظمى بهذه الطريقة وبهذه القوة وبهذا المال وبهذا الزخم وبهذه العلاقات الدولية لا تستطيع أن تساهم في إسقاط عصابة؟ يا أخي السعودية خلال هذه الفترة الماضية وجد الناس أنها للأسف الشديد تشتغل ضد نفسها. لكن هو تحدث أيضا على أنه يعني في نهاية المطاف الجيش بداخل البلد لم يستطع على هذه يعني من تقول أن أنت أنهم عصابة في وقت من الأوقات، في ويبدو أنه يشير إلى مسألة الحروب التي شنت في صعدة. يعني هناك مشكلة طويلة عرضة، لكن نحن نتحدث الآن ما بعد الانقلاب، وهذه مرحلة أساسية نتحدث عنها. حينما كان الجيش مستعد وكان الجيش ماضي في طريقه، لكن جاءه ضوء أحمر بالتوقف في مناطق معينة، ونحن شاهدنا ما الذي حصل حينما تحرك الجيش لاسترداد عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة اليمنية. شاهدنا كيف أن الطيران الإماراتي والسعودي قصف الجيش اليمني أمام العالم، وشاهد العالم أن السعودية لديها خطة للأسف الشديد تمضي وراء الإمارات الدولة الصغيرة والضعيفة. لا ندري لماذا تحولت السعودية الكبيرة لأضحوكة في المنطقة، تحولت إلى أضحوكة في المنطقة العربية وحتى على مستوى العالم. يعني اليمن وضعه بسيط والموضوع في اليمن موضوع بسيط يحتاج إلى قرار ويحتاج إلى إدارة حكيمة. يعني كما أشرت فيما يتعلق بالحديث عن الدول سيد اليافعي، أرجو أنه نخرج عن سياق يعني التوصيفات الأخرى. دعني أعود إلى يعني يجب الإشارة سادة المشاهدين لأنه كان من المفترض أن يكون معنا من صنعاء السيد علي القحوم عضو المكتب السياسي للحوثيين، لكنه لا يرد على اتصالاتنا على الرغم من تأكيده على أنه سيظهر في هذه الحلقة. أعود إليك سيد عسكر في سياق الحديث عن الوضع في البلاد الآن. يعني المحصلة حالة رمي الاتهامات استمرت، لكن المحصلة كما يراها الناس من الخارج هي أن الوضع في البلاد وصل إلى تمكين أكبر للحوثيين، وإن في مساحة أصغر على الأرض وصل إلى استهداف مناطق بداخل المملكة العربية السعودية، تهديد على السواحل البحر الأحمر.
تمكن كامل. اليوم الحوثيون تقريبا يعني أوقفوا البرلمان بداخل مناطقهم، ويبدو أنهم سيستفردون بالأوضاع بداخل مناطق سيطرتهم. هناك تمكين أكبر للحوثيين، فيما الشرعية تفقد تمكينها في مناطق المحررة بين قوسين لحساب كيانات أخرى. هذه هي المحصلة التي يراها المتابع عن بعد، والتحالف دخل لإعادة الشرعية، وهذا ما أكده الملك سلمان أمام مجلس الشورى بالأمس، لكن الشرعية لم تعد إلى الآن. عزيزي، ما يحدث في اليمن ليس مجرد وضع طبيعي، هناك انقلاب على الشرعية، العالم يشاهد هذا الأمر. لا نريد أن ننظر من زاوية ضيقة حتى نحكم على الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية تلك الدولة العظمى بقوتها وأسلحتها واستخباراتها وهيمنتها، لا، ماذا فعلت في أفغانستان عندما واجهت عصابات إرهابية؟ الأمور والموازين نقيسها في اليمن، في الواقع اليمني عصابات انقلابية إرهابية مدعومة بالمال والأسلحة من مثلث الإرهاب في الشرق الأوسط وفي المنطقة، قدمت كل هذا الخراب إلى اليمن، واستخدمت للأسف الأغبياء الذين هم الآن هيمنوا على السلطة. أنا كما أشعرتك يا أخي، لو كانت الحرب عسكرية لانتهى الوضع من وقت مبكر، لكن هؤلاء العصابات أين يستقرون؟ أين يتدربون؟ أين يضعون سكناتهم العسكرية؟ أين يخزنون أسلحتهم؟ كل هذا داخل المنازل في داخل صنعاء يا أخي. التحالف لن لكن هل يعقل سيد عسكر، هل يعقل كل هذه الأسلحة التي تم شراءها فيما يتعلق تحديدا بالحرب بداخل البلاد، كل هذه الأسلحة بذكائها وتطورها لم يعني والإمكانيات الاستخباراتية سواء للتحالف أو للشرعية اليمنية التي تتعاون بشكل أو بآخر مع يعني هي شركة يعني التحالف هو شريك لها فيما يتعلق ب يعني كما يفترض بالمناطق اليمنية، كل ذلك لم يستطع إلى الآن تغيير موازين القوة بشكل حقيقي على الأرض؟ لا يا سيدي، أنت كما تعلم بأن اليمن لديها حدود بحرية تزيد على 2000 كيلو متر، ومن الصعب السيطرة، ومن يقول لك أنه قادر في أي دولة في العالم أن يحكم بحره وجوه وبره من التهريب فهو غير صادق، فما بالك ببلد يشهد اضطرابات مثل اليمن وذو مناطق حدود برية وبحرية طويلة جدا. أيضا المشكلة أو أكبر المصائب يا سيدي أن إيران لم تستخدم عناصرها لتهريب الأسلحة، للأسف استخدمت أيادي يمنية لديها قدرة ولديها معرفة ولديها خبرات مثل مهرب الأسلحة المعروف تارك مناع على مستوى العالم. هذه العصابات التي تعرف الممرات البحرية وتعرف أيضا الممرات البرية وتعرف كيف تدخل الأسلحة وكيف تمررها، ورغم كل ذلك لا يزال التحالف العربي، وهذه شهادة حق ومنطق، حريص على قطع تهريب هذه الأسلحة. وما قبض عليه أو ما أحبط بالأمس من سفينتين لم تكن تهدد المملكة العربية السعودية، كانت في البحر، كانت تهدد الممرات البحرية، ورغم ذلك دافعت المملكة العربية السعودية والتحالف العربي بقوة وأحبطت هذه العمليات. المملكة العربية السعودية لا نريد أن نتكلم عن دورها الإنساني ودورها الدولي في اليمن، المملكة تقوم بدور كان مفترض، لكن هناك أيضا من يطرح يعني في هذا السياق أن إذا لم يكن الحصار الذي أشرت إليه أو مراقبة يعني للتسمية الأخرى مراقبة الموانئ البرية والبحرية والجو والبحر في اليمن مجديا فيما يتعلق بأن هناك أسلحة تصل، أن هناك خبراء عسكريين يعني سفراء يصلون إلى داخل مناطق الحوثيين، والمتضرر اليمنيون في ما يتعلق بتصعيب التنقلات بداخل اليمن وخارجها، وأيضا تصعيب وصول المواد الإنسانية والمواد الحياتية يعني الحركة الاقتصادية، هم المتضررين اليمنيين المدنيين. نو عزيزي، التحالف العربي قام بإيصال مواد الإغاثة إلى النقاط المتفق عليها مع عدة جهات دولية في هذا الأمر. من أعاق وصولها إلى المحتاجين داخل اليمن هم الحوثيين. لا أتحدث فقط عن الإغاثة، أتحدث على أن
الممرات لدخول المواد الغذائية بالأساس، السيطرة على الموانئ وإلى آخره، صعوبة وصول المواد الغذائية للداخل. التحالف العربي يا سيدي فتح عدة ممرات ونقاط لمرور الإغاثة الدولية وبشهادات دولية في هذا الأمر. أما كيف أنا أعلم بأنك تشير كيف دخل السفير اليمني وغيره من الخبراء الإيرانيين، هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الأمم المتحدة وإلى طائرة الأمم المتحدة التي تحولت من وسيط ومن مبعوث أممي في اليمن إلى ناقل الخبراء الإيرانيين وإلى ناقل الحوثيين. طائرة الأمم المتحدة تحولت إلى إسعاف جوي لنقل المصابين الحوثيين إلى لبنان وإيران وقطر. الأمم المتحدة تحولت طائرتها إلى ناقل لأدوات الطيران المسير الذي يستهدف به المملكة، الذي يستهدف به الحوثيين المدنيين في المملكة العربية السعودية وفي الداخل اليمني. لدينا أيضا مشكلة يا سيدي. طيب يجدر الإشارة سيد عسكري، يجدر الإشارة إلى أن مكتب المبعوث الأممي نفى أي صلة له فيما يتعلق بإيصال السفير الإيراني. طيب دعني أعود إلى داخل صنعاء، دعني أعود إلى السيد نجيب اليافعي. سيد اليافعي، ما الذي يجعل الحوثيين الآن في موقع المهدد عندما يتحدثون على أنهم سيستهدفون العمق السعودي، يحذرون المدنيين بداخل السعودية من التواجد قرب أي منطقة عسكرية أو منشأة اقتصادية ذات طابع عسكري؟ يعني هذه رسائل متبادلة بين السعودية وبين عصابات الحوثي، وأعتقد أنها تأتي لمرحلة قادمة ربما نشهد فيها تفاهمات كما يحصل الآن من حوارات مستمرة وواضحة بين السعودية وبين عصابات الحوثي. يبدو أنهم لم يتفقوا بعد حتى الآن، ولكن كان هناك استهداف لزوارق حوثية من قبل السعودية. حتى وإن كان سنشهد وسنستمر نشهد مثل هذه الرسائل المتبادلة، لكن للأسف الشديد نحن نقولها، السعودية ليس هدفها في اليمن عصابة الحوثي. السعودية تستهدف في اليمن رقم واحد هو حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، هذا الهدف رقم واحد. الهدف الثاني، السعودية لا تريد اليمن أن يستقر ولا تريد له أن يهدأ، ولذلك نشهد أنها تسهم وتساعد بطريقة أو بأخرى في إطالة أمد الصراع في اليمن بهذه الطريقة. وشاهدنا كيف أن عصابات الحوثي الهامجية التي يعني أهانت الشعب اليمني أصبحت الآن تهين السعودية بطريقة مهينة، والعالم كله يشاهد ويضحك كيف أن لهذه العصابات باتت تهدد السعودية الدولة العظمى. لذلك أنا أقول أننا لازلنا في مرحلة مبكرة، ولازلنا في مرحلة أيضا خطرة تتعلق بقيادة الإمارات للأسف الشديد والسعودية للمشهد في اليمن. وأنا أعتقد أن الصوت اليمني سيعلو وسيكون هناك استقلال وإن كان بالدم وإن كان من الروح خلال الفترات القادمة. لابد أن تكون هناك صحوة يمنية. أنا هنا أعلق على الشعب اليمني، على بقايا الرجال الوطنيون وعلى ما تبقى من الجيش الوطني الذي يدافع عن شرفه وعن كرامته في الجبهات. وضحت النقطة. نحن لا نعول على السعودية، لأن السعودية تشتغل ضد نفسها، وهي للأسف الشديد تسلم كل المناطق لعصابة إيران ولأدواتها في المنطقة، وهذا واضح لا نحتاج إلى أن نشاهده، يعني إلى أن نشاهد أكثر مما شاهدنا. على تواجدكما معنا، شكرا لك سيد اليافعي، نجيب اليافعي الباحث والصحفي والباحث السياسي، وكذا سيد سلمان عسكر الصحفي السعودي، كنتما معنا في هذه الحلقة. شكرا موصول لكما أو لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.